ومعهم حق يخافوا. وهون نعطيك معلومات مش تحليل، السلاح اللي عند حزب الله والإمكانيات اللي عندهم إياها، أنا تقديري 80% من اللي عايشين بإسرائيل بهالدولة المحتلة رح يحملوا حالهم، يقولون كتر خيركم جربناها 75 سنة، خلينا نجروا على الأرجنتين بلا العادة هون بقى. أنا عم بقلك وهي مش تحليل، وهن فهمانينا والتأكيد أنه كلامي المزبوط، أنه الإسرائيلي لو عارف قادر يعمل وصير له كان عمل وكتر ومحى لبنان محي، ولا فرقت معه حدا مثل ما عمل بال 2006. بس 2006 ضيق هيك إشانتيون بوتي فور أخذ، هلا حيجي الجاتو الكبير.